صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم 28 لسنة 2022 بالتصديق على اتفاقية التعاون الجمركي العربي بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب. جاء فيه صادق على اتفاقية التعاون الجمركي العربي المحررة بمدينة الرياض في 16 من رجب 1436 الموافق 5 من مايو لعام 2015، والتي وقعتها مملكة البحرين في 28 من ذي الحجة عام 1441 الموافق 18 من أغسطس 2020 والمرافقة لهذا القانون.